الظهيرة الفرنسي يوم الأمس قدم مستوى عالي جدا بفعالية كبيرة وأخطاء أيضا كانت جيدة ليست كبيرة لتسونغا جوولف تسونغا رغم في هذه البطولة 13 بينما عالميا 16 في ظل غياب الخامس والسادس والثاني عشر إذن هو يتقدم إلى 13. حضور كبير كما تشاهد في أروقة المجمع هنا خلفك على الشاشة هذا الجمهور يستعد ليأخذ مكانه في الملعب الرئيسي لمتابعة هذا اللقاء الثالث ضمن برنامج هذا اليوم في مجمع يونيبريكس بمونريال بكندا. وفترة الأحماء 5 دقائق اللاعب جوولف تسونغا هذا الموسم خسر نهائي روتردام وكوينز بلقبين خسر لقبين هذا الموسم ونصف نهائي الدوحة وومبلدون وربع نهائي مارسيليا والآن ربع نهائي مونريال. هذه أبرز النتائج للاعب تسونغا الفاز في هذا اللقاء سيواجه الفاز ما بين جوكوفيتش ومونفيس وستكون هي السهرة هذا اليوم ليس قبل الساعة 2:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. وكما نشاهد في الأسفل مارديفيش مارك أول لاعب في البطولة على حساب بابرينكا تيبسيرفيتش أيضا يعتبر هو مفاجأة البطولة ربما من الأسماء التي تألقت في هذه البطولة ويصل إلى نصف النهائي كأول نصف نهائي له خلال مسيرته الاحترافية في إحدى بطولات الماسترز. جوولف تسونغا من مواليد 1985 26 سنة العمر واحترف عام 2004 واستطاع أن يحقق 5 ألقاب خلال مسيرته الاحترافية. هذا الموسم يفوز ب 31 مباراة منهم 14 الأراضي الصلبة ويخسر 6 على الأراضي الصلبة والمجمل العام 14 خسارة للاعب الفرنسي وصل نهائي مرتين هذا الموسم ومجموع الجوائز المالية تخطى $1,000,000 في موسم 2011. أفضل تصنيف كان رقم 6 عالميا في 2008 عندما وصل نهائي بطولة استراليا مفتوحة أمام نوفاك جوكوفيتش. أفضل موسم أنهى به هو موسم 2008 في التصنيف السادس عالميا. 2009 أنهى بالتوب 10 ولكن تراجع مع منتصف الموسم الماضي بالتحديد خرج من نادي العشر الأوائل في شهر أغسطس وحتى الآن يبحث إلى عودة إلى هذا المكان المرموق في هذه اللعبة وهو أن يدخل نادي العشر الأوائل مع الكبار. في الماسترز عنده 42 فوز 26 خسارة لقب واحد في الماسترز وكان في باريس بيرسي 2009 يشارك للمرة هنا الثانية في هذه البطولة. تخيل هو شارك في 2009 وصل نصف نهائي 2010 لم يشارك الآن في المشاركة الثانية يحقق إنجاز آخر مشواره في هذه البطولة يفوز على فونيني 6-4-7-6 ثم أمام تومتش الأسترالي 6-3-7-6 ويوم الأمس أمام روجر في مباراة ممتعة في المجموعة الأولى والثانية والثالثة شهدت فقط منافسة من طرف واحد سونغا لأنه غاب تماما بمفاجأة كبيرة فاجأت الجميع وهي بأن روجر غاب عن المجموعة تماما بتركيز منخفض ولياقة بدنية لم تكن عالية بسبب أخطاء سهلة جدا وتقدم تسونغا 5-0 ثم قلص 1-5 روجر بعد ذلك ختم المباراة ومر ليواجه نيكولاس الماغرو. اللاعب نيكولاس الماغرو 43 فوز هذا الموسم ولكن معظم هذه المباريات كانت على أراضي ترابية لأن عنده فقط 9 الأراضي الصلبة احترف عام 2003 استطاع أن يفوز ب10 ألقاب خلال مسيرته الاحترافية ومنهم 3 ألقاب هذا الموسم بالإضافة إلى خسارته 4 ألقاب خلال مسيرته الاحترافية يعني عنده 14 نهائي يحقق 10 ألقاب كلما وصل نهائي يسجل تفوق اللاعب الماغرو صاحب التسديد القوية بالفورن صاحب الإرسال السريع وصاحب الباكن بيد واحدة الجميلة للاعب الذي يعتمد على السبن بشكل كبير. لاعب هذا اللاعب متخصص على الأراضي الترابية وسوف أعطيك البرهان والتأكيد على أنه متخصص على الأراضي الترابية فيما بعد. أفضل تصنيف وصل إليه هو 9 عالميا الموسم الماضي ينهي بالتصنيف 15 عالميا يريد أن ينهي لأول مرة في التوب 10 لما لا وهو يحقق إنجازات جيدة هذا الموسم في الماسترز وصل فاز في 45 مباراة وخسر 43 أفضل نتيجة له وصل نصف نهائي مدريد في العام الماضي هذا أبرز إنجاز
للاعب الماجرو الذي شارك لرابع مرة وهو يحقق أفضل مشاركة له مشواره في هذه البطولة. طبعا هو مصنف ثامن في البطولة، لم يأخذ الدور الأول لأن الثمانة الأول مباشرة يمرون إلى الدور الثاني. في الدور الثاني فاز على ستاكوفسكي 6-2 7-6، وبعد ذلك يطيح بالفرنسي كاسكي يوم الأمس بمجموعتين إلى شيء، حول تأخره في المجموعة الأولى 2-5 إلى 7-6، وحسم المجموعة الثانية ليمر إلى ربع نهائي البطولة. سجل المواجهات أمامك عزيز المشاهد، سونغا يتفوق على الماجرو 4-0. وتخيل، نعم تخيل، من الأربع مواجهات 3 على الأراضي الترابية، 3، يعني ما لو نحسبها من أي اتجاه ما راح تصير، ما تمشي، لأن سونغا من الملاعب اللي ما يفضلها وعنده مشاكل هي الترابية، والماجرو هو يتنفس ويعيش على الأراضي الترابية. كيف تصير ما أدري، ولكن هي قراءة واحدة ممكن أنا أفسرها بأن أسلوب وطريقة لعبة سونغا ما تتماشى مع الماجرو، لأن ما تصير 3 مواجهات على الأراضي الترابية والسونغا يهزم الماجرو صعبة. ولهذا السبب أعتقد بأن أسلوب وطريقة سونغا الهجومية مزعجة للاعب الماجرو، لهذا السبب تفوق بأربع مواجهات للا شيء للاعب سونغا على نيكولاس الماجرو. هل سيوقف أو هل سيوقف هذا الرصيد لسونغا الماجرو؟ هل سيحقق فوز أول له